اذا هنا نبغي نطرح واحد السؤال لنزهه، كيفاش نقدروا نقنعوا نفوسنا هما الاولين ونقنعوا الناس اللي دايرين بينا باش نبعدوا من هذه الاخبار السلبيه؟ احنا دائما عندنا واحد الاهتمام متزايد باش نعرفوا اخر المستجدات، ولكن مع هذا فيروس كورونا ولا عندنا الاهتمام فائق المدى. هو نابع من ازمه الخوف والاحساس بالضعف امام هذا الوباء، كتخلي كل واحد فينا كيبحث باش تكون عنده آخر الأخبار ويشيعها بدون تأكد مصداقيتها ولا مصدرها، فقط نكون على يقين أننا بلا ما نشعروا كان أدي وناس أخرين وكان ساهموا في الإشاعة على أكبر عدد من المتلقين. يمكن كان خلي وناس أخرين يمرضوا نفسانيا ماشي بمرض كورونا. واش فايت لشي واحد فينا طرح السؤال شنو غادي يربح مني يتقاسم هاد الفيديو او داك؟ واش عمرنا قلنا علاش وشنو الفائدة؟ ولا ما تقاسمناش مع الاخرين اش غادي نخسره؟ الرسائل ومجموعات الواتساب والفيسبوك وغيرها صبحت متداولة بواحد الشكل فظيع بزاف وكبير بزاف، أغلبيتها كتقلبي على الشهرة ثم المدخول. فيها المزيان كتفيدنا في التواصل، عرفنا بزاف الحوايج، ولكن على قدر اللي عرفنا خلقت فينا واحد زعزعة نفسية واحد البلبلة، إلا القليل اللي منها كتكون مواضيع علمية ودينية وفنية راقية ذات فائدة. ظاهرة التسجيل والإرسال هي ولات شيء تلقائي، أغلبية اللي كانت وصلوا به من أخبار مزعجة ما كنشوفوهاش مباشرة وحنا في عين المكان. للأسف حنا غير كتجينا عبر الرسائل. لاحظوا معي على أننا فعبر الرسائل وكنصدقوها ونعاود نرسلوها لواحد اخرين. اولا حنايا ما تنقلبوش غير على اننا نحاولوا نشوفوا شنو هو الصحيح منها والخاطئ، ولكن حنايا كنتقاسموها بلا ما نفهموا اشنو هو الواقع ديالها. اذا إلا بغينا نبتعدوا شيئا فشيئا على هذا الرهاب وعلى هذا الخوف وعلى هذا الأزمة اللي احنا كنعيشوها لنفوسنا، نحاولوا نختاروا ونحاولوا نبتعدوا على كل ما تزعجنا.